وكذلك يتحدون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون متى قيام الساعة؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله. فقيام الساعة لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت سواء، لأننا لا نعلم هذا، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ما هي فائدتهم إذا عرفوا وقت قيام الساعة؟ ما لهم فائدة فيها؟ فائدتهم في الاستعداد والعمل، وأما متى تقوم الساعة هذا ليس لهم فيه فائدة، ولو كان لهم فيه فائدة لبينه الله لهم. لكن هذا من باب المكافرة والعناد. وإلا معلوم أنه لو جاءك أحد وقال إنه مقبل عليك عدو، إن لم تستعد للقائه والتحذر منه فسوف يقتلك ويأخذك، هل من الحكمة أنك تقول متى يبيجي هالعدو هذا؟ هذا ما هو من الحكمة ولا من العقل. الحكمة أنك تستعد، تكون على أهبة الاستعداد متى ما جاء، هذا هو. كذلك قيام الساعة حكمة أنك تستعد، أما وقت قيامه هذا ليس لك فيه مصلحة. أقريب أم بعيد؟ قل إن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. الرسول لا يعلم هذا، ولا أحد من الخلق يعلم هذا إلا الله جل وعلا. الحكمة أخفاه عن جميع خلقه، لا يعلمه إلا هو. فلا يمكن أنهم يتحدون الله عز وجل أن يغير أحكامه من أجلهم.